الأسير باسم خندقشي يخترق القبة الحديدية، هذا هو ما قال للأستاذ وليد الهودلي الكاتب والباحث الفلسطيني. معنا أستاذ وليد، حتى نرى كيف استطاع باسم الخندقشي أحداث اختراق في القبة الحديدية. أهلا بك أستاذ وليد. حياك الله لك ولكل المشاهدين الكرام. أولا لو نتعرف على الأسير باسم خندقشي. باسم خندقجي هو من مواليد مدينة نابلس، هو أسير محكوم 3 مؤبدات، له حوالي 20 سنة في السجن. يعني ذلك 3 مؤبدات يعني عنده عمل فدائي أوقع بالاحتلال كثير من العصابات، وأدى ذلك إلى وقوعه في الأسر. وحكم هذا الحكم الفظيع، لما تحكي 3 مؤبدات يعني إمعان في صب جبروت الاحتلال على هذا الأسير بهذا الحكم اللي فيه تتجلى الغطرسة الإسرائيلية الكبيرة. الآن هو في السجن يعمل كثيرا في العمل الثقافي، استطاع أن يحول مع زملائه المثقفين في داخل السجن، يحول السجون إلى أكاديميات أو إلى كليات تربوية وثقافية وأدبية وبحثية، ونجح نجاح كبير هو في بناء ذاته، بناء ثقافي قوي، لأنه خريج صحافي وإعلام في الأصل من جامعة النجاح. الآن هو اشتغل على نفسه كثيرا في الميدان الأدبي، واستطاع أن ينجز كثير من الأعمال الأدبية، منها كسوف بدر الدين، هذه الرواية، وهذه الرواية قناع بلون السماء، والتي استطاع أن يهربها من داخل السجن. وهذه قصة كبيرة كيف يتم كتابتها في هذه الظروف القاسية جدا، وكيف يجري تهريبها. كذلك هذه الرواية نجحت في الوصول إلى جائزة البوكر والفوز بالمرتبة الأولى. طيب هنا نبدأ في تفصيل اختراق القبة الحديدية، كيف اخترقها وماذا يعني ذلك؟ هناك صراع، يعني حرب دروس على الثقافة، في خاصة في داخل السجون. مصلحة السجون تحاول بكل ما أوتيت من قوة منع الأسير أن يمارس أي عمل ثقافي، فتعمل إجراءات كثيرة تصعب الوضع وتجعل العمل الثقافي صعب جدا. أحيانا لا تتوفر ورقة ولا قلم، والأجواء أجواء نفسية ضاغطة، هناك تنقلات تعسفية، هناك تفتيشات تصادر كل ما يكتب الأسير، يعني هناك مطاردة ساخنة للكلمة التي تخرج من داخل السجن. لذلك الوضع صعب وقاسي، من عمق القهر يستطيع أن يقهر سجانه ويكتب، وأي كتابة ليست كتابة بحثية سردية بسيطة، وإنما كتابة أدبية روائية تستطيع أن تنقض غزل الرواية الإسرائيلية الباطلة. ونجحت نجاح كبير في اختراق هذه الجدر، وهذه اللي سبهت أنا بالقبة الحديدية، نجح نجاح كبير في اختراق هذه القبة والوصول إلى جائزة البوكر وإثبات الحق الفلسطيني وإثبات الرواية الفلسطينية وإثبات انتصار الحركة الأسيرة بهذا الإبداع الأدبي وهذه الثقافة التي تستطيع أن تنتصر، ثقافة مقاومة بامتياز، ثقافة تستطيع أن تحقق الانتصار رغم الظروف القاسية جدا. لذلك هذا ليس عمل بالضبط. أنا هنا ادفعنا الحديث عن الحركة السجنية والمقاومة الثقافية والمعرفية، هذا يعني مشغل وورشة كبيرة جدا تعمل عليها الحركة السجنية. من السجون كان هناك عمل أكاديمي، ناس تحصلت على شهاداتها، ناس واصلت تعليمها، وأيضا هناك تحصيل معرفي. كيف ينظر الاحتلال وكيف يصمد الفلسطيني السجين الأسير داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي أمام كل محاولات الغطرسة وأيضا قمع المعرفة والعلم داخل السجون؟ والاحتلال كيف ينظر؟ هو يعني الاحتلال يناصب العداء لهذه الثقافة ولهذه الكلمة الحرة التي تخرج من داخل السجون. هو يحاول كل جهده أن لا تتشكل هذه الثقافة ولا تصل إلى أي مستوى من مستوياتها التي تستطيع أن تنقض روايته كما قلت. لذلك ينظر هو بشيء من العداء، مش بشيء، بكل ما يملك من قوة ومن عداء ومن إجراءات يستطيع أن يمارسها وأن ينفذها على
عفواً. خذ راحتك. يستطيع أن يضع حد لهذا الفعل الثقافي المقاوم في داخل السجون. لذلك هو يناصب الأعداء بكل ما أوتي من قوة. الآن الأسير كيف يتصرف؟ الأسير هو يتصرف من واقع التحدي. العامل الوحيد اللي بيجعل الأسير ينجح الفلسطيني في الكتابة والممارسة الثقافية وتطوير عمله الثقافي هو عامل التحدي فقط. هو ينتمي لقضية، وانتماءه لهذه القضية انتماء قوي وعميق وإيماني اعتقادي، وبالتالي بده يواجه كل الصعاب ويتجاوز كل التحديات من أجل خدمة هذه القضية. وكذلك الأسير الفلسطيني خاصة المثقف لا يجد نفسه إذا سجن انتهى نضاله، بالعكس يتحول نضاله من شكل إلى آخر، وبيعتبر ساحة السجون هي ساحة جهاد ومقاومة ونضال، لذلك يبحث عن شكل من أشكال المقاومة، فيجد في العمل الثقافي طريقة للتعبير عن ذاته وطريقة لخدمة قضيته وطريقة لتوجيه أفضل ما يمكن لدحض الرواية والسردية الإسرائيلية ولإبطالها ولإثبات أن الفلسطيني هو بثقافته بوعيه يدخل معركة الوعي باقتدار وبقوة إبداعية عالية، ويستطيع أن يحدث إصابات بالغة في مقتل للاحتلال. لذلك أنا بعتبر هذه الرواية وصدور أي عمل إبداعي من داخل السجون بعتبره هو عمل عظيم جدا، لأنه إحنا يعني عندما تجد مقاوم يقاوم بالسلاح ليس غرابة في ذلك، السلاح يقاوم سلاح، لكن عندما تقف في وجه هذا المحتل بقلم، قلم مهرب تهريب، تستطيع بهذا القلم تنتصر على جلادك، تنتصر على سجانك، هذا شيء عظيم جدا. يعني أنا بحكي من واقع تجربتي، أنا مكثت في السجون 14 سنة وأنجزت 14 عمل روائي ومجموعات قصصية وأدب، وكنت مع إخواني كثير من الأدباء أيضا والمثقفين نجحوا في أنه يحرروا مساحات من المساحات الحرية من داخل السجون، رغم كل الإجراءات القاسية، رغم الظروف الصعبة جدا اللي بمر فيها الأسير. هذا عنفوان عالي وروح عظيمة فلسطينية تستطيع أن تنتصر في أحلك وأصعب الظروف. لذلك هنا تبرز أهمية هذه الرواية. هذه الرواية اليوم الأسرانة بمروا في ظروف قاسية جدا، ولا النازية تفعل أو فعلت ما يفعلون هذه الأيام، ولا التتار ولا هولاكو ولا أي حد على مر التاريخ يفعل ما يفعلونه. اليوم منزور الأسرى اللي بروحوا من السجن، منشوف أثار التعذيب، نشوف كيف نجحوا يحولوهم إلى هياكل عظمية من التجويع. الإهانات بعلموا على الواحد، بحطوا علامات كما كانت تفعل النازية، يضعوا علامات على أسرى ويعذبونهم ويخصونهم بعذبات مهينة جدا، يمررونهم على يعني أشكال من العذاب لا تخطر على قلب بشر بطرق يعني أحيانا الواحد يعني يتردد يتحدث عنها أم لا. هناك اغتصاب نساء، هناك تحرشات جنسية بأسرى، هناك إهانات بليغة جدا، محاولة لكسر إرادة وكسر كرامة الإنسان الفلسطيني، في اعتداء على الروح الفلسطينية في داخل السجون. الآن مش منتبهين الناس، في مجازر في غزة صحيح، أيضا في مجزرة مفتوحة في السجون، مجزرة الكرامة، مجزرة الحرية، مجزرة الإنسان الفلسطيني يهاجم بكل مقومات. وهذه السياسات قد عمدها بن غفير يعني ويفاخر بها بن غفير وزير الأمن الإسرائيلي في أكثر من مناسبة، أنه هو وراء هذه السياسات هرسلت وأيضا القتل البطيء للأسرى الفلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي. على كل، باسم خندقجي هو صورة من جملة هذه الملحمة، صح التعبير كما يسميها البعض، للحركة النضالية السجنية للفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. أشكرك أستاذ وليد الهودي، الكاتب والباحث الفلسطيني.